حسين بعد المرحلة دي أو الفترة دي 6 سنوات ب 18 بطولة، ربنا يزيد ويبارك يا رب إن شاء الله، شايف إنه اللي جاي هيبقى أصعب على النادي الأهلي، أصعب عليك؟ تعرف جماهير النادي الأهلي ما بتشبعش خالص. جماهير النادي الأهلي تفضل تهتف لك أول مستواك يقل شوية، ما يعني هما بيحبوا النادي، خلينا شفنا لما خسرنا يعني. السوبر يا كابتن، دي أقرب حاجة يعني، السوبر الأفريقي طبعا يعني. أنت إحنا النادي السوبر الأهلي كان إهمال منكم شوية؟ والله يا كابتن مش هقول لك لأ، إحنا كنا وحشين. مش هتقول لي لأ. إحنا كنا وحشين يعني، مش إهمال، بس إحنا ما كناش موفقين اليوم دوت. ما كنتوش مركزين؟ كنت لا والله كنا مركزين يا كابتن، والله كنتوا مستسهلين لا لا خالص خالص. طب نادي الزمالك يا كابتن، نادي كبير، حلو. طب ما تقدرش لياقة؟ لا برضه. امال ايه؟ الناس مستغربه. بص والله والله يا كابتن، كمان مره احنا مركزين، كنا مركزين جدا 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 حتى في التسخين يا كابتن. انت لو اتفرجت علينا يا كابتن في التسخين، انت هتقول يا كابتن انت شايف التسخين، الماتش ده يخلص 3-4 للاهلي من كتر ما احنا التسخين احنا مركزين جدا في التسخين يا كابتن. كله بص يا كابتن بيطلع اللي عنده، وتكالن ومش عارف ايه في الاستحواذ وكل الحاجات دي والاسبرنتات وكله بص مركز يا كابتن، وشه بيطلع اشارات. واول تلت ساعه كنتوا كويسين جدا. الماتش يا كابتن بدا، وبعد كده الجون احنا اتحولنا. من ايه يا كابتن؟ اقول لك ما اعرفش. ما تعرفش؟ ما حدش يعني لحد دلوقتي ما حدش عارف. ما حدش عارف بقى هي كانت ايه، بس احنا فعلا احنا من بعد التسخين حصل حاجه غريبه. من بعد التسخين؟ من بعد التسخين. بس انتوا بداتوا يعني بدانا في الاول ربع ساعه، بعد كده احنا بقينا مغيبين يا كابتن، احنا ما اعرفش بقى ايه اللي حصل والله. يعني مش هقول لك كابتن بعد الجون، ممكن كنا توقعنا ان احنا خلاص بقى جبنا جون فالدنيا، والزمالك ساعتها حصل مشاكل واتخانقوا مع الحكم وبتاع، ممكن يكون ده توقعنا يعني، ممكن تكون يعني ده ممكن هو توقعنا ان هم هيفكوا فاللي هو بالظبط حسيتوا انه خلاص الدنيا ممكن فكت. يعني ممكن ممكن يعني دي مش سبب، بس ده ممكن. بس نعم. احنا في الاول والاخر احنا قصرنا طبعا في الماتش. ما سددتش ليه في ضربات؟ لا كنت طلعت، كنت طلعت، كنت خرجت. كنت طلعت.